المكونات يحني دود باشا مع الأرز، 250 جرام بصل، 250 جرام بطاطا، 250 جرام باذنجان، 300 جرام لحم مفروم، 300 جرام طماطم مطحونة، 30 جرام صلصة الطماطم، 20 جرام نعناع، 50 جرام صنوبر، 50 جرام عصير ليمون، مكعب مرقة اللحم عدد 2، قرفة ناعمة رشة، ورق غار عدد 2، ملح حسب رغبة، وبهار حلو رشة. لك يا مشاهدينا اكيد الشوربة صارت خالصة، أم علي بالفرن، ملاحظين ما عم ناخذ وقت كتير بالتحضير. يا سلام شو هالريحة الحلوة. نحن هون عنا الهاند بلندر حتى نطحنها مع الشوربة ونحصل على كل هالخليط، سر الخلطة بهالطعم الطيب. أنا هون إذا لقيتها شوي سميكي ممكن زد لها شوية مي، لأنه البطاطا والجزر يا سلام ما نخليها، نخلي دايما سميكي شوي حتى نحن عم نرشفها نتلذذ فيها. نستعمل شوي على السرعة القوية. يا سلام خلصنا طحن الشوربة الشهية. هون انتبه دايما ما نوسخ، نحافظ على النظافة، النظافة كتير مهمة. كمان نحن بهالوقت عم نجهز الشوربة. عنا هون نحن عصير الليمون لحتى نصير قد ما بدنا، وطبعا هون رح يكون في عنا الكاسة لحتى نسكب الشوربة الشهية. يا سلام الفرن عم يزمرنا حتى يذكرنا انه ام علي بالفرن. عندنا هون الحامض او الليمون فينا نحط له. يا سلام هالسر الخلطه بتشهي. كمان عندنا هون خبز المحمص، خبز المحمص الشهي. هيدي عندنا طبق الاول صار جاهز. وهوني بدها شوي صغيرة بعد دقيقتين تقريبا، ونحن رح نباشر بالطبق الثاني بيت دود باشا. للي شفنا المكونات رح نبلش نفرم نحن البصل جوانح بهالطريقة. دائما بننتبه نحن على اصابعنا، واسطة السكين يكون مسنون كتير منيح. كمان نحن هون جهزنا كمان حتى نباشر بتحضير داود باشا، يخلي داود باشا أكل طيب كتير. أنا رح ضيف هون الصنوبر حتى يحمر. كمان بنجهز النار نعطي الحراره المطلوبه. دائما بس نحط صنوبر مشاهدينا تاكدوا ما يكون الزيت حامي، خلي هيك الزيت حامي حماوته خفيفه حتى ما يحترق صنوبر. هون نحن بهالوقت كمان رح بلش جهز باذنجان او مدعبل حتى نضيف مع طبخة الدود باشا. طبق كتير شهي، والطبق كمان فينا نستعمل فيه بطاطس وباذنجان، يعني ما نحط كمية كتير من اللحم، هيك إذا كانت العيلة كبيرة بيبرك معنا. ب
دائما سر الخلطه انه نوفر ويطلع شيء طيب ومميز جدا. هون باذنجان او المدعبل بنقطع الى قطع، ممكن حط بالدقيق وممكن بلا دقيق. نحن عندنا هون حمينا الزيت، خليه يحمر مزبوط، كله جهزوا قدامكم، بيطلع عندكم الطبخ كثير سهل. هون شفتوا كيف الصنوبر بلش يحمر؟ بهالوقت انا شو رح اعمل؟ رح اضيف بصل، هون كان البصل، نقلب كمان هالمزيج. يا سلام، البصل مع الصنوبر، الباذنجان، كمان نحن عنا البطاطس. وهون معلومة كمان لستات البيوت كتير مهمة، إذا نحن عم نقطع البطاطا نعمل حرف صغير، هاي ما تكبوها، فينا نستعملها بالقلب، فينا نستعملها غير شيء، بس حبة البطاطا ما بتهز تحت ايدنا، بنعملها قاعدة ثابتة. هون كمان لحص البطاطس الى مربعات، كمان حتى كمان نقدمهم بهالطبق. البطاطس بتبرك قد ما بدنا، فينا نزيد خفيف لحمه، كمان نحن فينا كمان نضيف لحمه مفرومه مع الملح والفلفل. هون بنلاحظ كيف الباذنجان عم ينقلى، نحن بدنا نحمره، رح نشوف كيف اي ساعه بدنا نضيف الباذنجان. هون نحن بدنا نضيف اللحمه، اللحمه طبعا لحمه مفرومه، في نوعين من اللحمه، نحن فينا نحط اللحمه هون ساده ملح وفلفل، فينا نضيف عليها بقدونس وبصل، بس بما انه بصل موجود بقلب الطبخه ما في لزوم نحط بصل بقلب اللحمه. اذا حابين تكون لحمتكم زي لحم الكباب مع البقدونس وبصل ممكن، بس خلوا لحمه ساده مع الملح والفلفل. نحن هون ضفنا البصل، وانا رح اضيف كمان اللحم المفروم الناعم. يا سلام، هون كمان بدي اقوي شوي النار، هون النار نحن بنسيطر عليها. وهون كمان نحن في عنا ورق غار او ورق اللوري، رح نضيف مع الطبق. كمان سر الخلطة انه نضيف عدة اضافات فيطلع عنا اطباق شهية ولذيذة. اسمعوا صوت الطبخة كيف مبسوطة. هون كمان احنا رح نضيف مكعبين من مرقة اللحم حتى تعطيها نكهة ومذاق رائع. هون البطاطا كمان رح اقليها مع هالمزيج. طبق سهل وسريع وشهي، بس نحن دائما لازم نعطي سر الخلطة نعطي حقه. دائما مشاهدينا سر الخلطة نعطي هو دائما الطبق حقه، نعطيه نعيش معه، نفوت بقلبه، نطلع فيه، نغازله، نحبه. خلينا ناكله مزبوط بشهية. هون كمان نحن ملعقة كمان. يا سلام، كمان بهالوقت نحن رح نبلش نضيف المية. هون نحن ممكن نضيف صلصة الطماطم مطحونة، أو ممكن نضيف كمان معجون الطماطم. هون أنا رح نضيف صلصة البندورة، كمان رح نعطي عطر. سر الخلطة مشاهدينا دايما نحن بما انه برنامجنا اسمه سر الخلطه،
نعطيه للطبق حقه. سر الطبق اليوم رح نعطيه النعناع الطيب، ريحته حلوه كثير، غسلينه ربطينا بحبل خصوصي للاكل. رح نضيف هذا النعناع ليوزع حنانه، عفوا ليوزع طعمته الطيبه بقلب هالطبق. واكيد الفلفل الاسود، كمان هون الملح، وبهار حلو، ممكن رشة قرفة، كلها منكهات حتى نحصل على طبق شهي. نحن بهالوقت ريحة القرفة، بهار الحلو، النعناع بلشت تعطي هالطعم اللوري، ورق اللوري أو ورق الغار. نحن بنسكر الغطا، بنحركها من وقت للتاني. هيدا الغطا، هيدا الغطا. هون نحن جهزنا كمان مصفات. فين المصفات؟ المصفات هي هنا. هون كمان رح نستعمل كبشة. شفتوا باذنجان كيف عم يتقلى؟ فينا نقليه بلا طحين، وفينا نحط له طحين او دقيق يعني هون حتى يشقر. ونحن الباذنجان بنضيفه باخر طبقه هون. يا سلام، اهل باذنجان الشهي. حركه بهالطريقه، بنحطهم بمصفايه او محارم نظيفه. هون رح نطفي النار، هون لاحظنا كيف عم تغلي ريحة النعناع. طبعا هالمنكهات كلها عاطية هيك ريحة بتفوت لجوا على القلب مشاهدينا، بنحس حالنا بس نطلع فيها ما نبلش فيها هي بسخنة. بس نحن رح ننطرها شوي صغيرة بعد. هون في عندنا نحن الرز، رح نقدم مع الرز الأبيض وممكن الرز مع شعيرية. هون عنا هالأطباق، نحن أكيد ست البيت رح تسلق الرز، وهلا قدم المأكولات. وهون كمان ما ننسى في عنا أم علي بجبنة الموتزاريلا الفرن. يا سلام، أوه لاحظوا الجبنة انتبه دايما ما نحرق ايدنا، وخاصة شوفوا هل شكل الحلو، سر الخلطة بقلبها، الجبنة اللي دابت بقلبها، هالمنظر الحلو. شوفوا هلا منظر نحن عم ناكلها، نحس بطعم جوز الهند بفستق الحلبة باللوز. فعلا مذاقها كثير رائع، لازم تجربوها، وخاصة مع جبنة الموتزاريلا. هون عندنا طبق داوود باشا، كمان صار جاهز. هون اللي بحب يزيد كمان خبز مقرمش مع الشوربة. شوفوا شو هالمنظر الحلو، أنا رح أقدمها بقلب المقلاة أو بقلب الكاسرول، شكلها بشهي. رح شيل النعنع اللي ربطناه هون من قلبها، ولا اللي استفدنا من الصلصة طبعا أو من البرفيوم طبعا من العطر. هون الباذنجان رح ضيفها كمان بوسط اليخنة الطيبة، يعني اللحمة كرة لحم مع الباذنجان أو المدعبل مع البطاطس مع الصلصة الطيبة. أسرار الخلطة اللي شفتوها اليوم، حيكون عندنا اليوم ثلاث أطباق مثل ما شفتوا مشاهدينا، ما اخذوا معنا وقت كثير، 45 دقيقة، اخذتوا فكرة كثير حلوة حتى تعملوهم وتجربوهم بالبيت وتتلذذوا. ودائما من سر الخلطة
شيف ريتشارد كنت معكم، بتمنى لكم ألف صحتين وإلى اللقاء.